خالق حسنك الباهي ما غيرك علي يا زين الأمر ناهي ولا تسمع سوى حاضر يا أول دنيتي وآخر محطاتي لك فوق الغلا ذاتي. إذا مشاهدينا متابعيتي في بازيدان أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حفل زفاف الشاب فيصل سلامة الجهاني في قصر التهاني في اليوم 23 من شهر محرم لعام 1437. بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. طقوا دفوف الفرح بالليلة مستانسين بالليلة الرايعة بالليلة الهايلة يا مرحبا يا هلا مليوني يا مشرفين هلا بكم باسم شيخ يكسب النايلة. طقوا دفوف الفرح بالليلة جوبكم عندنا يلي حضرتو ثمين يا مرحبا عادي برق انسرى خايلة واعداد مزنين على البيت تعاقب سنين يا مرحبا عادي شيخ يعدل المايلة له قايله يا مرحبا. الحمد لله نحمد الله ونتمنى لهم السعاده ونتمنى لهم التوفيق ان شاء الله بالرفاء والبنين وان شاء الله عقبالك باذن الله. وش الكلمه اللي حاب تقولها للضيوف اللي لبوا الدعوه وحضروا الى حفل الزفاف؟ والله احب اشكرهم شكر جزيل انهم حضروا وان شاء الله نحضر لهم في افراحهم باذن الله. والله شعوري صراحه لا يوصف لأن نعتبر فيصل بالنسبة لي مولد عمي يعني أعتبره كولد لي تمام وفرحت بصراحة من قلبي على الزواج وبارك له الزواج هذه وأقول له بارك الله لكم وبارك عليكم وجمعكم بخير والله يتمم على خير إن شاء الله. وأيضا كمان أنصح أخي فيصل في حياته الزوجية أنه يكون إنسان يعني على خلق وعلى احترام مع الزوجة وعلى البيت وهذا وأسأل الله العظيم العلي العظيم أن يوفقه وأن يجمع بينه خير وأن يجعل حياته سعيدة وبيت سرور وفرح لهم دائما إن شاء الله. شعور جدا رهيب بمناسبة أخي الأصغر اليوم حفل زفافه وهذا شيء أسعد جميع أخواني وأخواتي وأهلي وأصدقائي وجماعتي والله يتمم له على خير ويجعل حياته سعيدة يا رب ويوفقه ويسخر له الطيبين إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أفضل كلمة نقولها الرئيس للعريس لا نقول إلا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكم على خير إن شاء الله بالتوفيق. شكرا. طيب أول شيء ألف ألف مبروك طبعا انتقال من مرحلة العزوبية إلى الحياة الزوجية طبعا يسموه القفص الذهبي فالله يوفق ويسر له أمور عقبالنا إن شاء الله. الواحد يعني يتمنى الشيء ذا ومنها كمان نص دينه فألف ألف مبروك وربي يوفقك إن شاء الله. الله يوفقك يا أخوي فيصل وإن شاء الله منك المال ومنها العيال والله يرزقك بحياة سعيدة بالتوفيق إن شاء الله. حب تقول على العريس فيصل؟ والله يستاهل كل خير إن شاء الله بإذن الله من المال ومنها العيال يتممنا على خير وحياة سعيدة بإذن الله وندعي له بالتوفيق والصدق. منك المال ومنها العيال إن شاء الله والله يبارك لك ولنا الشرف نحضر لك وهذا فيصل أخونا وجميل برضه أخونا وإن شاء الله عاد جايين من ألف كيلو العيون ولأجل عين تكرم مدينة ويقبلك يا جيل. حياة الزوجية والله يتمم له ليلة على خير وبركة. ألف مبروك يا الأستاذ فيصل يستاهل وحنا جايين هنا نساندو وإن شاء الله يا رب نفرح بزورته إن شاء الله عما قريب.